السلام عليكم اخوتي ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف راكم؟ بصحه ديالكم؟ ياك مزيانين. نتشارك معكم واحد الطويجين ديال الخضره بلا لحم. صراحه من بعد العيد الانسان تقهم ذاك اللحم. انا عندي هاد الخضره هي، انا عندي بصله مطيشه، جوج بطاطات عاديين، جوج بطاطات حلوين، وعندي فلفله، وعندي دنجاله. انا غادي نقطعهم ان شاء الله، وغادي ندير حتى عندي لكم دابا حتى التشميله باش تجيك باش تسمعوا كلشي. هنا عندي الخرخوم، البزار، التحميره، سكينجبير، الملحه. هنا كاين، انا غندير هذا مع هذا باش تشوفوها. كاين الثومه والقزبر والمعدنوس، هنا الطحونين في الهاشوار، مخليها في الفريكو، كل مره كنجبد معايا لحم منهم. دابا غادي ندير معلقه، غادي نحيد دابا هذا، غادي نردو الفريكو. دابا انا غنقطع الخضرة وغادا نسدفها في الطاجين، وانتم غتشوفوا معنا ان شاء الله داكشي كلشي بحول الله. دابا انا قطعت الخضرة كلها، كلشي درتو طرونش مدورين بحال 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 البصلة، بحال المطيشة، بحال البطاطا، بحال الدنجال، بحال الفلفلة، كلشي دورتو درتو غير دواور. ودابا هادي ها هي التشرميلة اللي قلنا، البصلة، داك الخرخوم، البزار، وسكينجبير، وهذا والزيت، هذا الزيت هو. غادي ندير ان شاء الله واحد سميتها، غادي ندير واحد البنه ديال الزعفران، الله بحيله ربي يطيب على عافية مهيلة ونخليه على خاطرو حتى وكان يطيب. هذا غادي نشوفوه معاكم وهانتوما معانا ان شاء الله. مسالي هانتوما حبابا، انا ندير شوية ديال الخيزو، عصير ديال الخيزو مرافق خضرة طويجين ديال الخضرة. انا ما عندي السيدة، مبقاش عندي السيدة، درت هاد القياس ديال السكر. شوفو شحال ديال الخل، شي ربعة معالق ديال الخل ولا ثلاثة ونص. هذا خيزو ها هو، انتم غير تخيزو بس. دابا كيجي مخير برا، ما نقولكوش كيفاش، انا عارفه مجربه، ماشي حكمت غير من ذوق ولا شي حاجه، عارفه بلي هذا الخيزو مع الخل كيجيني مزيان.
واللي بغى خف من هذا الشيء يزيد فيه شويه الماء. انا الصراحه كان بغيش فيه. ايوا ان شاء الله تاكلوا بالصحه والراحه يا ربي. انا ما طابت ويجي ونحط كل شيء شحال ان شاء الله يا مولانا الكريم. غادي يجيكم هاد سميتو هاد خيزو بنين. والله الا كنفضل ندير الخل ما نديرش الليمون قسما بالله. الخل كيجي فيه واحد البنه واحد الدم معتبره ومقوي ومزيان النظر مزيان الجهاز الهضمي مزيان كل شيء. خيزو مهم بزاف. ايوا ان شاء الله في طيب طويجين وغادي حطوه انتوا معنا بحول الله تاكلوا تعاودوا تاكلوا تعاودوا ان شاء الله يا ربي. غير جربوا ماشي شي حاجه كثيره ماشي شي غادي نصرفوا عليه شي مصروف اخي جوج خيزوات وهانتوما تشدوا سكر ونص وربعه معالق ديال الخل وها هو تبارك الله على الزناجه. سمديك يا ربي سمديك المناضه وداك العواصير وداك الزبيلي كيجي في الحانوت. انا ضدو ما كنحملوش انا ضرون ما كنحملوش ملي كندير فمي كتشدني اللقي على فمي. وانتم ما شاء الله جربوا هادشي وردوا عليا الخبر. اليوم كاين غير خضره وخيزو كاين الناس لا لحم لا حوت لا والو. السلام عليكم هاد الساعه. انتم اخوتي ها هو الطويجي هو الطويجي ما يا بطاطا الحلوة وبطاطا الأخرى وجوج نيجيلات وفلفلة ومطيشة وبصيلة صافي هادشي لي كاين. مكاينش حس اللحم يدور أبدا. انت ما شاء الله تشجعوا الخضره موجوده والايت الخضره موجوده الخضره رخيصه والخبيزه وهاد القمح اللي درت معاكم البارح ايوا بالصحه والراحه يا ربي. تاكلوا تعاودوا وجربوا يستاهل التجربه قسما بالله العلي العظيم. الى غدا مخير بصحتكم وبراحتكم. عرفتي واقف في مريقته خاتم سبحانك الله وصافي الله العظيم. الى الانسان كيبغي يتعالى خاصنا اللحم خاصنا الدجاج خاصنا الحوت الا الانسان يعدي بهذا الشيء هذا مزيان الصحه مزيان كتاكلي انت كتبقي خفيفه. الخبز ديالك شحال هذا والله ما عدا النخال هذيك النخاله رقيقه شد كيلو النخاله رقيقه ونص كيلو الفرز ودوز غير ربعه من النخاله رقيقه. ها هو جوج خبزات كبار تبارك الله على مزيناتهم وساهلين في الهضم وكل شيء كل شيء كل شيء ولله الحمد هو هذا. خصنا غير نخدموا العقل. السلام عليكم حبايبي ورحمه الله تعالى وبركاته. ولا باتكم شي حاجه ماشيه قولوا لي في الكومنتير. السلام عليكم ورحمه الله.